السلام عليكم يا شباب، احنا النهارده في المعرض مع الباشمهندس هيدي لنا فكره عن البرودكتس بتاعتهم وتواجدهم في معرض انترسيك. اتفضل يا باشمهندس. سلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ الله يبارك. حضرتك احمد جمال، مدير مبيعات قطاع التحكم فيك احمد. الشركه العالميه للصناعات الحديثه قطاع الاوتوميشن. احنا هنا في المعرض عندنا ده موك اب روم لاربع مستويات مختلفه من الاوتوميشن اللي موجود، بدايه من جرينتون ريزيدنشال هوم اوتوميشن متمثل في سمارت هوم باي جرينتون، وفي عندنا هنا الدور لوكس عندنا من فانجارد وسالتو، وفي اللايتنج كنترول سيستم اللي موجود من هانيول باي اكزور باي هانيول، وفي الجست روم مانجمنت سيستم انكم باي هانيول برضو، وفي ترند بي ام اس سيستم. طبعا الانظمه اللي موجوده عندنا كلها هي فولي انتجريتد مع بعض، لها ثلاث اهداف رئيسيه. اول هدف ان انت بتحقق الانرجي سيفنج، ثاني هدف ان انت بتحقق الجست كومفورت في المكان سواء في البيت ايزي اكسس، او ان انت كفاسيليتي بتحقق المينتيننس كوست، بتريديوس المينتيننس كوست عن طريق ان انت بتقدر تايدنتيفاي المشكله فين تحديدا بالظبط في اسرع وقت ممكن عن طريق اوتو جنريتد ريبورتس موجوده في الحاجه. طبعا احنا فضلنا هنا في معرض انترسيك في العالميه ان احنا نعمل الغرفه كغرفه كامله، بحيث ان يبقى الفيزيتورز عندهم خلفيه كامله عن ايه السوليوشنز اللي احنا بنعملها والامبلمنتيشن بتاعها في المكان بتبقى معموله ازاي، بدايه من الستاير اللي ورا حضرتك تقريبا هي اوتوميتد برضو عندنا في النظام، كتحكم برضو في الاناره احنا بنقدر نتحكم في الاناره عند حضرتك، وفي برضو عندنا الدور لوك والتاتش بادز اللي موجوده للتحكم في الاتش فاك. طبعا ممكن حد يسال هو غرفه فندق ايه علاقتها ببيت او ايه علاقتها بمبنى؟ نفس كونسبت الكنترول احنا بنحققه سواء بيت سواء غرفه فندق او سواء مبنى اداري كامل. ممكن مثلا نمبلمنت الكلام ده في مصنع، نمبلمنت في سكاي سكرابر زي مثلا الكينجدوم تاور، الجامعات عملنا 85 مبنى في جامعه الملك عبد العزيز برضه بي ام اس على يونيفايد بلاتفورم مالتيبل براندز، وتقريبا دي الحاجه اللي موجوده عندنا. مشكله الناس يا باشمهندس دايما في الاوتوميشن موضوع الكوست، فانا لو يعني يوزر عادي واحد عنده فيلا تمام. وعايز يدخل في موضوع ان هو تبقى الفيلا فولي اوتوميتد، ايه السوليوشنز اللي انتم ممكن تقدمها له؟ وعايزين نطمن الناس ان الاسعار يعني مش شرط يبقى السيستمز دي موجوده في فندق او موجوده صحيح. في مكان كبير او الاسعار بتاعته الكوست عالي، لا معظم الناس تقدر تخلي بعض الغرف او كل البيت اوتوميتد. فيا ريت تدينا فكره وتطمن الناس ان السوليوشنز دي مش غاليه، لان في ناس متخيله ان الاسعار بتاعت الاوتوميشن سيستم خرافيه تمام، فهو بيبقى متخوف من موضوع ان هو حتى يدخل يسال، يعني مجرد ان هو يدخل يسال بيبقى خايف. لا يا ريت تدينا كده رساله من المعرض هنا ومن الشركه ان انتوا يعني تدونا اطمئنان بس للناس تمام، ان انا اقدر السيستم الكامل ده اللي احنا شايفين الموك اب بتاعه ان هو يقدر يتطبق في اي بيت عادي. طيب هو حته الاسعار يعني هي حته كريتيكال شويه للناس كلها، الناس دايما بتقلق منها، اول ما بتسمع سمارت بيجي في مخيلتها اكسبنسيف، حاجه yes. غاليه yes. في الحقيقه احنا هنا حققنا المعادله الصعبه شويه. كونسبت الكنترول كونسبت واسع جدا، فاحنا ممكن نتحكم في مفاصل البيت كامله okay. بدايه من ستاير، لو عندك سمارت فريدج، لو عندك اتش فاك، لو عندك تلفزيون او الحاجات دي كلها. معظم الحاجات دي تعتبر لكجيريوس، فالناس فعليا مش محتاجاها. فالسيستم بالنسبه لنا سواء ريزيدنشال او سواء كوميرشال او اندستريال، انت اللي بتتحكم في الكوست بتاعه. اوكي. انا اللي بقدر اشوف انا محتاج عن طريق ان انا بايدنتيفاي انت محتاج ايه. لو محتاج لكجيريوس فهنا انا بعتبر اوتوماتيك ان البادجت عندك مفتوح. أوكي. محتاج انرجي افشنسي، انا بتحكم في مفاصل المبنى الرئيسيه او البيت او الغرفه اللي هي بتبقى الاتش فاك واللايتنج اللي بتمثل اكتر من 85%. طيب هل في اجابه واضحه على موضوع الكوست؟ حقيقه ما فيش اجابه واضحه، بس خليني اقول لك مثلا تحديدا كحاجه على الهامش. البيلدينج اوتوميشن لو حطيناه في باكج اللو كارنت سواء في بيت سواء في فندق كجي ار ام اس، او ان احنا حطيناه في البيلدينج ليفل، هو لا يشكل اكتر من 5 الى 15% من قيمه اللو كارنت سيستم اللي موجود. يعني لو حضرتك هتكلف بيت مثلا خلينا نقول 100,000 ريال،
تكلفه الهوم اوتوميشن اللي فيه مش هتتعدى 15 الى 20 الف ريال ماكسيمم في الحاله دي. فارجو يعني ان انا اكون جاوبت على السؤال بتاعك هي مش اجابه مباشره بس اعتقد انها اجابه كافيه يعني. اوكي ان شاء الله. طيب انا عايز بس اعرف الناس على الديفايسز نفسها والكومبوننت حتى اللايتنج، نشوف هل يعني الموديل اللي موجود هنا يعني تدي لنا فكره عن المكونات زي الاجزاء اللي موجوده هنا. طيب احنا ممكن نبدا مثلا هنا على السمارت هوم. خلينا نبدا السمارت هوم سيستم. كسمارت هوم احنا موجود عند النظام ده جرينتون حصري للعالميه. اوكي. في المملكه من 2018 وكاله ناجحه جدا معانا، بولندي 100%، مفيش فيه اي كومبوننت تشاينيز. زي ما حضرتك شايف هو بيتكون من الكنترول موديولز اللي موجوده عندنا كماستر برين او الماستر بروسيسور والاكسبانشن موديولز اللي موجوده فيه، وفي عندنا وايد فرايتي من الوايرنج ديفايسز او اللي احنا بنحب نسميها سمارت بانلز موجوده. تمام. في بيبقى عندنا حاجه اللي هي تاتش، اعتقد ده فانكشنال لو اوريه مثلا لحضرتك كده. في ده مثلا عندنا ده السمبلست اللي موجود عندنا، ده ال اي دي شانل، ده في اربع بوش بوتونز او سيملس بوش بوتونز موجوده. أوكي. هنا مش بس كده يعني، ده ممكن يعتبروا بعض الناس ده مفتاح رباعي اللي هو التريديشنال. لا بس احنا في عندنا حاجه احسن من كده شويه، ان احنا في عندنا سوايب جيسترز موجوده كل لحد اربع صفحات مختلفه. يعني لو جينا مثلا هنا عندك ده حاجه خاصه بالاتش باك. اوكي. تمام. لما نيجي نروح يمين او شمال مثلا يبقى في عندي حاجه تانية لللايتنج، اقدر ان انا اتحكم في اللايتنج. عفوا يعني نفس الشاشه انا اقدر اتحكم في كذا سيستم من نفس المكان. عندي اربع شاشات مختلفه، كل شاشه بتتحمل اربع بوتونز. يعني الجهاز اللي قدام حضرتك ده يغنيك في البيت عن تقريبا 16 مفتاح كهرباء تراديشنال اللي هي المفاتيح الكوبس العاديه اللي احنا مقبلين. في ناس هتيجي تقول لك انا لا انا مش محتاج حاجه ال اي دي، انا عايز حاجه تراديشنال شويه بس في نفس الوقت تبقى لكجيريس او شكلها كويس. في عندنا النورمال بوش بوتونز اللي موجوده دي زيها بالظبط بس ده تراديشنال عادي جدا، 1 2 3 4 وفي هنا الخامس او ده الانديكيتورز في الغالب. أوكي. من غير ال اي دي فده بيعتبر بالنسبه لك مفتاح. طبعا في حاجه لطيفه جدا ان الانستليشن بتاعه مش كهرباء اصلا، هو كات 6. كات 6 يعني حضرتك بدل ما بتسحب كابلات الكهرباء انت بتسحبها للهب الرئيسي في البيت. اكيد هو بيشتغل باور اوفر ايثرنت. بالظبط بيشتغل بي او اي من الكنترولرز عن طريق الفيوشن الموجود عندنا. تمام. الناس اللي يعني اللي بتفضل فخامه او بتحب حاجه يكون شكلها فخم شويه، في عندنا الليذر فينش برضو اللي موجود فيه، ده جلوسي اللي هو يعني شبه الازاز شويه، يمكن الناس كتير جدا فاميليار عليه، خلفيات الموبايل الحديثه. أوكي. حاليا كلها الوقت كده الفلاج شيبس. ده عندنا ده ليذرز. مش بس كده، في عندنا وايد رينج تاني هنا من الوايرنج ديفايسز على ليها مالتيبل بورپسز. يعني مثلا عند حضرتك هنا ده ليزر برينتد، ده عندك 2 4 6 8 8 بوتوم. ده حاجه مثلا انت ممكن تستعملها لو في عندك صاله مثلا، الصاله دي انا عايز اتحكم في اناره، عايز اتحكم في جراج، عايز اتحكم في دور لوك، وكاستم بليتد بمعنى ان الصور دي ليزر برينتد، انا اللي بعمل لك الكستمايزيشن بتاع. يعني لو حبيت اسمك عليها ممكن احط لك اسمك عليها مثلا. وزي ما حضرتك شايف في برضو التراديشنال منها ليذر برضو، وده ال ال اي دي اللي شفناه في الاول بس ده وودن فينش بحيث ان هو يعكس بعض يعني الفخامه للمكان والحاجه. في عندنا برضو هنا في الناحيه الثانيه نتكلم دلوقتي على الجي ار ام اس سيستم اللي هو انكم باي هاني. الجي ار ام اس سيستم هو برضو بيتحكم على الروم ليفل ما بين الاتش فاك وما بين اللايتنج وما بين الكرتنز ما بين الباثرومز سنسورز والحاجات دي كلها. بنبدا دايما الغرفه عندنا دخولها من الدور لوك، ده دور لوك من فانجارد وفي عندنا من سالتو، ده انتجريتد باكسس كارد. اكسس كارد. تمام. في عندنا البليتس اللي موجوده هنا هي تاتش كلها دي. م. بقدر اتحكم فيها عن طريق الاناره. عفوا بتحكم في الاناره عن طريقها. خلينا نشوف تاني يا باشمهندس كده الكنترول لو سمحت. في مثلا هو سيملس تاتش، ده مثلا ده بتاع السرير وده. أوكي. خلاص اوف خالص. وده في عندنا ايه الكلوزت. تمام. ممكن في برضو نروح الناحيه الثانيه، موجوده عندنا حاجه ثانيه اللي هو نظام
ده الثرموستات اللي خاص بالاتش فاك. في عندنا موديل تاني احسن منه شويه بس يعني ده اللي كان متوفر حاليا للاسف اللي هو الاي 7. في برضو عندنا ده بتاع الكيرتنز اللي موجوده، هو مش على قد لايتنج فقط، احنا في عندنا لايتنج وفي عندنا كيرتنز كمان. فلو تشوف حضرتك هنا تلاقي الستاره بتقفل وبتفتح برضو، كل ده من وانت جنب السرير انت مش محتاج تقوم. تمام. بيبقى عندنا برضو في الدور لوكس الثانيه اللي موجوده عندنا من سالت، ده كجي ار ام اس ان جنرال. في برضو عندنا اللايت كنترول باي اكزور باي هانويل، هو تقريبا مور يعني اكتر نظام افيشنت في اللايتنج كنترول مانجمنت بحكم ان هو رخيص جدا جدا لابعد الحدود، ستاند الون، ما بيحتاجش اي انفراستراكشر في المبنى اطلاقا، هو بلاج اند بلاي زي ما بنقول. وفي منه نظام كوميونيكيتد لو انا عايز اربطه على بي ام اس، لو عايز اربطه على دالي بحيث ان انا اماكسمايز الفانكشن، بدل ما هيبقى اون اوف كزيرو تو 10 عفوا بدل ما يبقى اون اوف مصمت، انا ممكن ما زلت ان انا اعمله بشكل في ديمينج بحيث ان هو يبقى دالي ديمينج، ان انا اقلل شده الاضاءه على حسب شده المكان اللي موجود عندي. فده في الاكس اور في عندنا اكتر من 3 أو 4 اختيارات باوبشنز مناسبه جدا جدا لجميع الفئات، سواء ريزيدنشال او روم ليفل او اندستريال، ما بين طبعا الميد بي والهاي بي والستاندرد بي اللي هو على مستوى السقف الطبيعي اللي هو من 2.5 ل 3 بي. ثالثا ودي حاجه للاسف احنا ما نقدرش نعرضها هنا لانها كومبليكيتد شويه، البي ام اس البيلدنج مانجمنت سيستم. البيلدنج مانجمنت سيستم هو الباك بون لاي نظام طبعا. لاي مبنى هو الباك بون بتاعه، يعني لو حضرتك عندك فندق البي ام اس هو اللي هيتحكم في الباك بون في المبنى، هو اللي هيعمل انتجريشن ما بين الاكسس كنترول ما بين الفاير الارم والفيزيكال سكيورتي، الحاجه دي كلها هتتم دايما عن طريق البي ام اس. احنا هنا بنتعامل مع هانيوال برضو، احنا مين دي هانيوال بارتنرز، بنتعامل مع هانيوال ترند. ترند هو البراند رقم واحد في اوروبا، اكوايرد باي هانيوال في 2008، محققين تقريبا اخر احصائيه اذكرها يعني تقريبا كانت 2016 او حاجه زي كده او 2017، ما بين كل 3 مباني في بريطانيا مبنى منهم على الاقل ترند، بيستحوذ على اكثر من 35% من الشريحه السوقيه للهوم اوتوميشن، عفوا للبيلدينج اوتوميشن في بريطانيا. مش بس كده، احنا كمان النظام بتاعنا فولي انتجريتد مع اي نظام بي ام اس باكورد كومباتيبلتي، يعني ايا كان المبنى اللي موجود عندك ايه البي ام اس اللي راكب فيه احنا نقدر ناخد الداتا منه، نقدر نتحكم معاه. حضرتك خدت مننا مثلا من 5 سنين الاي كيو 3 اللي هو الفيرجن القديم، نزل الاي كيو 4 حصل عندك مشكله في الاي كيو 3 بانل اللي موجوده، ممكن بكل بساطه وسهوله جدا تبدل كنترولر، تحط واحد مكان الثاني، هيشتغلوا سيمنس مع بعض بدون اي مشاكل كباكورد كومباتيبلتي. هل نقدر نقول البرودكتس اوبن بروتوكول بحيث انا ما اقدرش يعني اقدر اركب كومبوننتس كومباتبل معاكم، ولا لازم كومبوننت معينه تركب في السيستم؟ لو جينا بصينا البي ام اس هنلاقي فيه الكنترولر ليفل وفيه الفيلد ديفايسز ليفل. الفيلد ديفايس الفيلد ديفايسز ليفل هي جلوبال فيلد ديفايسز، تقدر تستخدم معاه اي فيلد ديفايسز موجوده في السوق من اي براند تاني. بس احنا ما زلنا احنا هانيوال عندنا تقريبا جميع الفيلد ديفايسز الريكواير، وهي برضو جلوبال، بمعنى ان البراندز الثانيه اللي موجوده في السوق بتقدر برضو تستعمل الفيلد ديفايسز بتاعتها. طبعا البراند انت ممكن تقدر تحصل عليه باكتر من فاريشن، انت ممكن تاخد السيستم كامل 100% اوروبي ما فيش فيه اي كومبوننت تشاينيز، وممكن لو انت ما عندكش ريستريكشن على الشاينيز برودكت في عندنا فيلد ديفايسز برضو بتبقى صيني، بس المين سيستم يونت المين كنترولرز كلها ميد ان يو كي، ما عندناش حاجه تشاينيز فيها خالص. اوكي شكرا باشمهندس، وسعيدين جدا للقاء معاك وشرح وافي، ربنا يبارك فيك. شكرا، السلام عليكم.